أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائدة الأعمال مدام جانيت من جي آي دري. هاي مدام، أهلا بك. بداية مرحب فيكي من برنامج رواد الأعمال وترحيب خاص من ABC. ممكن تخبرينا وتخبر المشاهدين بداية المزيد عنك وعن بداياتك مع جي آي دري؟ أنا جانيت اسكندر، أنا من مصر. جيت الإمارات سنة 2014، أسست الشركة بتاعتي في 2019. إحنا شركة هدايا ترويجية، بنستهدف الشركات والمؤسسات والأفراد. مدام جانيت، ممكن تخبرينا على خدمات شركتكم وكيف تميزت بتقديم خدماتها في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات؟ جي آي دريم شركة متخصصة في المنتجات والعناصر الترويجية. عندنا أمثلة كتيرة قوي للعناصر دي، الهدايا التكنولوجية زي الباور بانكس والشواحن والسماعات. عندنا الهدايا اليومية والشخصية زي الزجاجات واللانش بوكس والأطباق والفوط والمناشف، وعندنا الهدايا المستدامة أو البيئية. الهدايا البيئية مثل المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها أو مواد طبيعية، مواد قابلة للتحلل أو مواد خالية من المواد الضارة. بس بالإضافة إن إحنا بنورد للفنادق لوندري ايتمز، بنورد لهم المصنوعات الجلديه لفرش الغرف. مدام جانيت، بعد النجاح الرائع اللي اكتسبتوه، ما هي الخطه وما هي الرؤيه المستقبليه للشركه؟ خطتنا ان احنا نستبدل الاستيراد بالمنتجات المحليه على قد ما نقدر، نستخدم المنتجات اللي بتصنع هنا. وحلمنا الاكبر بقى ان احنا نبتدي نتوسع، نبني مصنع لينا ونبتدي نصنع كل المنتجات تبقى ماد يو اي اي بدل ما تبقى كلها مستوردة. نتمنى لك دائما التوفيق. شكرا. مدام جانيت، بالنهاية شو الرسالة بتحب توجهها لدولة الإمارات وحكومة الدولة على الأمن والأمان؟ أتقدم بخالص الشكر لقيادة الدولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد، وجميع حكام دولة الإمارات على جميع الجهود المبذولة لتوفير الأمن والأمان والاستقرار. بالنهاية نتشكرك مدام جانيت ونتمنى لك دائم التوفيق والنجاح. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية. دمتم بخير وفي أمان الله.